وللمزيد تنضم إلينا من رام الله الدكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. لأرحب بك دكتور معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. توغل الاحتلال الإسرائيلي في رفح يوصف بأنه الصعب يوما بعد يوم، إذا رفح يرافقها الصعب والأصعب بالنسبة للمحتل الإسرائيلي، فهل يغطي على هذا الصعب بما يفعله من مجازر في قطاع غزة؟ بداية تحياتي لكم، صباح الخير ولكل مشاهدينكم ومتابعينكم. يعني ما يحدث الآن هو تعزيز نظريات الكيان الإسرائيلي بعد حدوث عملية طوفان الأقصى. النظرية الأولى وهي نظرية القبضة الأمنية أو تعزيز القبضة الأمنية. النظرية الثانية بالنسبة لنتنياهو وتناغمه مع اليمين المتطرف المتمثل بنغفير وسموتريتش، وهي نظرية الاستمرارية حتى النهاية. مهما كانت الضغوطات الداخلية والخارجية بالنسبة لنتنياهو، رغم أنه في وضع متردي، إذا تحدثنا بكل واقعية متردي داخليا في الواقع الإسرائيلي نتيجة أن المعارضة الإسرائيلية بدأت الآن تتوحد على أرض الواقع بين لابيد رئيس المعارضة بالإضافة إلى رئيس الحزب البيت الجديد أو الحزب المعسكر الجديد الذي تحت إطار ساعر، بالإضافة إلى ليبرمان من أجل ترسيخ انتخابات مستقبلية وإساحة نتنياهو. وباتت يوم أمس يعني إرسال منشورات إلكترونية بين صفوف المواطنين الإسرائيليين من الساعة 8 حتى الساعة 10 مساء أن يكون كل يوم هناك تظاهرات مستمرة حتى يتم يعني إبعاد نتنياهو عن المشهد السياسي. نتنياهو يعلم تماما أن وقف هذه الحرب في أي لحظة ما، وقف هذه المجازر التي يقوم بها، هذا يعني انسحاب أحد الأطراف اليمين المتطرف بنغفير وسموتريتش. بالفعل أن ما يحدث الآن على أرض الواقع هو تمادي بشكل مستمر وبشكل واسع وبشكل شامل بالنسبة للكيان الإسرائيلي، بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين. هذا التمادي يعني يترجم هي بمجازر، مجازر مستمرة، مجازر تحدث كل يوم على أرض الواقع. نعم، التحديد في منطقة رفح. لماذا يركزون على منطقة رفح؟ هم يحاولون قدر الإمكان فصل المناطق عن بعضها البعض، كما يحدث الآن في الضفة الغربية، يفصل منطقة القرى عن منطقة مراكز المدن. هو يريد أن يفصل منطقة رفح عن المنطقة المواصية ومنطقة خان يونس، يريد أن يفصل المنطقة الشمالية عن منطقة المحافظة الطائف الوسطى. لذلك يحاول قدر الإمكان استخدام سياسة عزل المناطق عن منطقة عن بعضها البعض، رغم أن قطاع غزة منطقة صغيرة، يعني مساحتها صغيرة، ليس كما الضفة الغربية، لكن يحاول أن يطبق هذه الاستراتيجية حتى يتسنى الضغط على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة على الضغط على المقاومة حتى تستسلم وتوافق على المقترح الإسرائيلي. طيب، الجديد الإسرائيلي الجديد. نعم تفضل. نعم، قبل أن نذهب إلى المقترح الإسرائيلي الجديد دكتور تمارا، عندما أعلن نتنياهو وحكومته الاجتياح لرفح الفلسطينية جزءا جزءا، هكذا كان الإعلان وليس اجتياحا دفعة واحدة، ليكسب المزيد من الوقت والمفاوضات والضغوطات والابتزازات، أم فعلا لخطورة الأمر برفح الفلسطينية بما تؤويه من عدد هائل من النازحين الفلسطينيين، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك هبة عالمية إن صح توصيفها فيما يحدث برفح؟ صحيح، بالفعل هو بدأ في هذه الاستراتيجية أن يبدأ خطوة خطوة، والدليل أن هناك نزوحا من المواطنين الفلسطينيين، وتم إنزال بعض المنشورات حتى يتم بالفعل نزوحهم إلى المنطقة المواصي، بالإضافة إلى منطقة خان يونس ودير البلح. هناك أصبح قرابة مليون مواطن فلسطيني خرجوا من منطقة رفح نتيجة القصف الجوي، وإن كان هناك بعض المواطنين لا يريدون الخروج من هذه المنطقة، لكن نتيجة القصف الجوي ونتيجة استخدام القنابل التي تحرق المواطنين الفلسطينيين والأطفال والنساء، كما حدث في المجازر التي مستمرة حتى هذه اللحظة، أدى الأمر إلى إجبار المواطنين النزوح والخروج منها. لذلك هو يستخدم هذه الطريقة. صحيح أن دخل بشكل سريع إلى عمق رفح من خلال قصف البركسات وقصف القيام النازحين للمواطنين الفلسطينيين بشكل سريع قبل يعني إعطائهم أي إنذار أن هذه المنطقة سوف تقصف. هو يستخدم هذه الاستراتيجية بشكل متعمد، ويريد أن يعزز استراتيجية النقل السريع حتى يتم يعني تسريع خطواته في منطقة رفح. أيضا ناهيك أنه يستغل الوقت، يعني حتى لو أن قام بكل تحقيق الأهداف التي يشير إليها في منطقة رفح، القضاء على حركة حماس، رغم أن المقاومة زالت مشتبكة حتى هذه اللحظة في منطقة غرب رفح،
وبعض المناطق الشمال قطاع غزة. هناك اشتباك مستمر بين المقاومة وبين الواقع الإسرائيلي، لكن إذا تحدثنا بكل واقعية الكيان الإسرائيلي معني باستغلال الوقت ويستخدم أسلوب المناورة بشكل متعمد. لن تقف هذه الحرب حتى المعركة الانتخابية الأمريكية. يعلم تماما نتنياهو أن الجمهوريون أكثر يعني مساعدة بالنسبة لنتنياهو، صحيح طيب. ترامب يقدم له العتاد والسلاح، لكن فيما يتعلق المجلس الكونغرس والنواب إذا فاز الجمهوريين هذا أن نتنياهو سوف يعيش بقية حكمه السياسي بكل أريحية. دكتور تمارا، إذا فاز بايدن سوف يستمر المحاولة قدر الإمكان بأيضا استمرارية هذه الحرب، وأيضا يستغل الوقت ويحافظ على اليمين المتطرف الذي هو معني تماما باستمرار هذه الحرب. وناهيك أن هناك 12 من حزب الليكود يعني لم يوافق أن ينسحب نتنياهو من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأشار يجب السيطرة الأمنية الشاملة الإسرائيلية، وهذا إشارة أن نتنياهو سوف يكون تحت مقصرة حزب الليكود، ليس فقط على مستوى نتنياهو وبن كفير عفوا وسموتريتش. فبالتالي حزب الليكود الآن يصمم على نتنياهو إعادة السيطرة الأمنية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. طيب، منذ قرابة يعني الأيام الأولى لهذا العدوان كان هنالك أنباء وبعض من المصادر تتحدث أنه يمكن لهذا العدوان أن يستمر عام من الزمن. البعض يعني نفى واستبعد، والبعض كان يعمل على هذا الأمر، ويبدو أن الأطراف المعنية بهذا العدوان كانت مدركة. وحضرتك اليوم تذهبين إلى موضوع الانتخابات الأمريكية وارتباطها المباشر باستمرار هذا العدوان. إن وضعنا في كفتي ميزان دكتور تمارا، فأيهما يرجح اليوم؟ يعني يوقف ولا يوقف بالنسبة لنتنياهو وحكومته، استنزاف واستمرار استنزاف لما يحدث له في رفح، أم إعلان هزيمة وتوقف لما يمكن أن يحدث؟ هي هدنة مستدامة، إطلاق وقف حرب، هدوء مستمر؟ أين يمكن أن نضع بين كفتي ميزان؟ ما الذي يمكن أن يرجح اليوم على أرض الواقع؟ نتنياهو معني بإخراج الرهائن تحت إطار مسمى هدوء متواصل. هذا الهدوء المتواصل له علاقة أن تكون فترة هدوء ثم أن يعاود قصف أو إطلاق النار، بمعنى هو لا يريد وقف إطلاق النار. يعني إذا تحدثنا حسب عقلية نتنياهو الذي يشعر الآن أنه في حالة من الأزمة داخلية وخارجية، فإن نتنياهو لن يوقف هذه الحرب، وإن قام بتغيير المصطلحات من أجل إخراج الرهائن، من أجل ضبط الشارع الإسرائيلي من مظاهرات من قبل أهالي المحتجزين، فإنه سوف يستخدم مواقع عملية الهدوء المتواصل أو الهدوء المستمر. وأعتقد أن المقاومة هي تعي هذا الأمر، تعي أن هذا المقترح لا توجد به أي ضمانة حقيقية. المقترح المصري كان هو أكثر المقترحات أكثر جدوى وأكثر إيجابية فيما يتعلق أن هناك ضمانات، يعني سواء كانت قطر، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المقترح الجديد حتى هذه اللحظة ملامحه غير قائمة. فقط نقطتين يعني وضحت على صورة هذا المقترح، وهو إخراج الرهائن الأحياء بعدد أقل، وأن يكون هناك كلمة الهدوء المستدام أو الهدوء المستمر، وهذا لا يعني وقت إطلاق النار بشكل نهائي، ولا يوجد هناك ضمانة حقيقية. لذلك التوقع والترجيح الأكثر هو عملية استمرار الحرب على قطاع غزة حتى تتغير الموازين التي تشير إلى مصالحه. إذا تحدثنا بكل واقعية، حتى تتغير وتنقلب الموازين لصالح نتنياهو بالتحديد فيما يتعلق كسب الأصوات، وهيك حتى على مستوى المعارضة الإسرائيلية لن تتغير إذا هي يعني تسلمت زمام الأمور في الكنيسة الإسرائيلية. كل الأطراف يتغنوا ويستخدمون الشعارات فقط من أجل كسب الأصوات الانتخابية لأي انتخابات مستقبلية مبكرة. يعني لابيد يشير إلى واقع الرهائن حتى يتم جذب الأصوات من قبل أهالي المحتجزين والمعارضة. نتنياهو يشير هذه الأقوال استمرارية الحرب من أجل جذب اليمين الأكثر تطرفا. وإذا تحدثنا بكل واقعية، المجتمع الإسرائيلي الآن يتجه نحو الأصولية الدينية. أشكرك جزيلا. هذا واضح ونحن نتابعه. أشكرك على هذه المتابعة وهذا التحليل دكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، حدثتنا من رام الله. شكرا لك.